السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة الانتصارات الفلسطينية، انتصارات المقاومة الفلسطينية، انتصارات الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني المستمر بحملاته وعمليات القصف واستبعاد وخرق كل المواثيق الدولية بقصف المستشفيات والمواطنين المدنيين ورفض المواجهة مع المقاومة الفلسطينية والابتعاد عن مناطق المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى قطع كل مستلزمات الحياة الأساسية من ماء، كهرباء، انترنت، غيرها من الاحتياجات. وعلى الرغم من كل هذه الجرائم نلاحظ الصمت الدولي وانعدام المواقف الحقيقية اتجاه هذا العدوان وهذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. بالتالي العديد من المحاور راح نناقشها من خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأستاذ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس، ينضم لنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ علي، وبانتظار أن تنضم لنا الدكتورة نداء الكعبي الكاتبة والمحللة السياسية. نبتدي وياك أستاذ علي. جرائم الكيان الصهيوني مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والبعض صار يحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية هذه الجرائم وبأن سياسات المقاومة الفلسطينية هي السبب بأن ما يفعل الكيان الصهيوني من كل هذه الأمور خلال الأيام الأخيرة، ومؤخرا شفنا اللي صار بالمستشفى مستشفى غزة وغيرها من الأحداث والجرائم المرتكبة من قبل الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والتحية لرجال المقاومة في فلسطين ولبنان وفي العراق وفي كل مكان في أمتنا العربية والإسلامية. أولا جرائم الكيان الصهيوني لم تبدأ اليوم، هي بدأت عام 1948 عندما ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة دير ياسين في نيسان 1948، ثم ارتكبت مجازر أخرى من أجل تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واستخدام مهاجرين يهود جدد إلى فلسطين وإقامة هذا الكيان الغاصب. إذن هذا الكيان الغاصب نشأ على المجازر وعلى دماء الشعب الفلسطيني. وكذلك في عام 82 عندما اجتاحوا لبنان ووصلوا إلى بيروت ارتكبوا مجزرة صبرة وشتيلة وقتلوا أكثر من 3000 فلسطيني ولبناني وسوري في مخيمات بيروت. وبعد ذلك في لبنان مجزرة قانا والنبطية والمنصوري في العدوان المتواصل على لبنان سواء ب 93 او 96 او 99 او 2006. فهذا العدو يرتكب المجازر وفي فلسطين يرتكب المجازر ويقتل اهلنا في جنين ونابلس وطول كرم واريحه وفي القدس وفي غزه، حصار منذ 2006 17 عاما هذا الحصار على غزه. المقاومه الفلسطينيه عندما نفذت عمليه طوفان الاقصى في 27 الأول هي كانت تريد أن تردع العدو الصهيوني الذي يواصل عدوانه على شعبنا وعلى أرضنا وعلى مقدساتنا في فلسطين، فهي عملية دفاعية لردع العدوان وللحصول على أسرى يهود أو مستوطنين أو جنود الاحتلال من أجل إجراء عملية تبادل للإفراج عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني الذين تجاوز عددهم يعني 6000 أسير فلسطيني الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نحن نريد أن لهم الحرية ونريد أن نبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى العرب والفلسطينيين. راح نتحدث بموضوع الأسرى، نريد نتعرف أكثر اليوم على الواقع، الموجود في المدن الفلسطينية من أجل حماية القدس والمقدسات ومن أجل وقف العدوان على شعبنا ومن أجل كسر الحصار عن غزة. ما أعرف إذا الصوت واضح عندك أستاذ علي. جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة في 7 أكتوبر تشرين الأول بدأ جيش الاحتلال بالانتقام من الشعب الفلسطيني وشن حرب إبادة على قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء والوقود والأدوية والطعام، وبدأ بقصف الأبراج السكنية والمستشفيات بالضبط أستاذ علي، هذا اللي أنا أسأل عنه، كذلك الجامعات والمدارس والشوارع والأسواق. الآن هناك حرب إبادة جماعية تشنها أستاذ علي، تسمع صوتي؟ والكيان الشعب الفلسطيني. نعم أستاذ علي، أنا أريد أسألك عن الواقع اليوم اللي تعيشه، ولو أنت ذكرت موضوع قصف المباني وقطع الماء والكهرباء والأنترنت. أوضاع الشعب الفلسطيني من الداخل اتجاه هذه العمليات واللي يصير كله من عمليات قصف من قبل الكيان الصهيوني
على مدنهم وعلى مناطقهم ونشوف الأطفال شنو وضعهم اليوم بالصور. اليوم وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 3600 شهيد، 70% منهم نساء وأطفال. هم يستهدفون كل شيء في فلسطين في قطاع غزة تحديدا، وفي الضفة الغربية اليوم هناك شهداء. هم يستهدفون سيارات الإسعاف كما ذكرت لكم، 5 مستشفيات قصفت، 22 مستشفى ومركز طبي تم توجيه الإنذار لهم بالإخلاء. يريدوا أن يهجروا الشعب الفلسطيني إلى مصر، يريدوا أن يحدثوا شرخا بين الشعب والمقاومة. لكن الشعب الفلسطيني بالرغم من هذه المجازر وهذه الحرب، حرب الوحشية النازية على شعبنا الفلسطيني، لكن شعبنا متمسك بأرضه، لن يتزحزح منها ولن يغادرها كما حصل عام 48. نحن نريد عودة إلى فلسطين، ولا يمكن أن نغادر أو أن نستسلم أو نرضخ للاحتلال. وإذا كان هذا العدو يهددنا بالحرب البرية فنقول له إن المقاومة الفلسطينية جاهزة للمواجهة. هي سيناريوهات مختلفة أستاذ علي. خليني أنتقل لدكتورة نداء الكعبي. دكتورة، أكيد دا تتابعين الوضع بفلسطين، دا تتابعين أوضاع أهلنا بفلسطين واللي يصير بيهم من قبل الكيان الصهيوني. حكينا متابعتك للوضع بما يصير من أحوال وفق أي عرف دولي وفق أي مفاهيم. ما يرتكبه اليوم الكيان الصهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، استهداف المستشفيات، استهداف المستوطنات الآمنة اللي هي بعيدة عن خط الصد وعن خطوط المعركة. نعم، تحية لحضرتك ولمشاهدي قناة الأيام الكرام ولضيفك الكريم، ونقولهم احنا قلبنا وياكم، وان كنا لم نكن حاضرين معكم لكن قلوبنا معكم، وان شاء الله نحن مع فلسطين، ولو نضحي باخر قطرة دم ان شاء الله سوف تتحرر القدس وتكون فلسطين حرة بعيدة ومستقلة عن دنس المحتل الغاصب. حقيقة يعني احنا دنشوف ونتابع يعني منذ قضية طوفان الاقصى وهذه العملية الباسلة اللي قام بها يعني شباب حماس ومجاهدي حماس، نجد انه الكيان الغاصب ما لم يجد كل الطرق والسبل في سبيل انتهاك حقوق الناس وخاصة الأبرياء، الأطفال، النساء، اليوم كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، بغلق المعابر، عدم يعني منع إيصال المواد الغذائية، الأدوية إلى هذه العوائل. حتى اليوم نشوف يعني المنظمات الدولية للأسف لو كانت يعني إذا نلاحظ لو نعكس الصورة، لو كانت مثلا واحدة من الدول العربية أو الدول الإسلامية قامت بهذه الجرم ضد دولة أوروبية لكان انقلبت الدنيا وكان هذا انتهاك لحقوق الإنسان. لا، هي حتى الدول الأوروبية دكتورة نداء لما صارت بحرب روسيا وأوكرانيا، نعم، اعتبروا الروس مجرمين مجرمين بالضبط، مزهكين لحقوق الإنسان. والولايات المتحدة الأمريكية وقفت إلى جانب أوكرانيا واعتبرتها انتهاك لحقوق الإنسان والإمدادات والمساعدات. نعم، اليوم لو نعكس الصورة نشوف يعني اليوم هم الأبرياء عزل، أهالي غزة اليوم هم في حصار دائم، وحتى لم تسلم منهم المستشفيات. يعني حقيقة حادث مستشفى المعمدانية حادث مؤلم جدا، أين الذين يطالبون بالديمقراطية، أين حقوق الإنسان، أين المنظمات الدولية من هذا الحادث، أين الهلال الأحمر. اليوم أطفال بالمئات هم يموتون ويقتلون عمدا بقصد، يعني وهذا بإصرار يعني وإعلان العدو الغاصب، وهو يعلن علانية بأنه هو سوف لا يدخر أي وسيلة في سبيل القضاء على الشعب الفلسطيني. لذلك يعني نشوف اليوم قضية عملية طوفان الأقصى هي لم تكن عملية جهادية فقط، إنما هي زلزلت كيان الصهيوني الغاصب، كذلك هي كشفت وحشية هذا الكيان الغاصب، وكشفت مدى وحشيته، كشفت مدى عدوانيته، كشفت حقيقة اليوم المجاهدين، الشعب الفلسطيني الذي يطالب بأراضيه، يطالب بإزاحة هذا المحتل من هذه الأراضي. أيضا كشفت الشعارات المزيفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الإنسان، وهي راعية لحقوق الإنسان والديمقراطية. نقطة مهمة هذه دكتورة. نعم. باعتبار صورة الكيان الصهيوني اللوبي، نعم، الغربي ومدعين حقوق الإنسان والإنسانية، أن تقول لك، نعم، أستاذ علي،
يشتغلون من سنوات على هذا الموضوع وموضوع صورة الكيان بأنه هذه القوة اللي لا تكسر. فبالتالي معركة طوفان الأقصى بعد أكثر من 12-13 يوم، شنو تأثيرها على صورة الكيان على مستوى العالم؟ نعم. أولا الكيان الصهيوني يعني تم تهجيم صورته في هذه المعركة طوفان الأقصى. الكيان الصهيوني هزم في معركة 2000 مجاهد فلسطيني هزموا 20,000 جندي إسرائيلي من فرقة غزة التي تحاصر غزة من جميع الجهات. عندما دخلوا المقاتلون الفلسطينيون إلى غلاف غزة انهارت خطوط الدفاع الأمامية لهذا الجيش، فهذا الجيش الذي كان يعتبر عمود الخيمة الأمريكية في المنطقة والذي كان يعتبر يعني هو حامي المصالح الأمريكية في المنطقة، هذا الجيش هزم وهزمت دولة هذا الكيان الغاصب. نعم. وظهر الجيش الصهيوني أنه نمر من ورق، وظهر الكيان الغاصب أنه أوهن من بيت العنكبوت. هذه ناحية. الناحية الأخرى، عندما بدأ الهجوم الجوي الصهيوني على قطاع غزة استهدف الأبرياء المدنيين، هو هرب من المواجهة العسكرية للمجاهدين للمقاومين. هي محاولة أستاذ علي، بالتأكيد هي محاولة لصناعة الرأي العام المضاد برأي ضد المقاومة الفلسطينية. المجازر يرتكب المجازر. نعم. يستهدف المستشفيات. بدأت صورته تتضح للعالم في الأول، في اليوم الأول قال للإعلام الغربي أن حماس هي داعش وتقطع الرؤوس وتغتصب النساء وتحرق، لكن لم تظهر أي صورة من ذلك، فكشف زيفه وبدأ هو الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر المستشفيات. أستاذ علي، أنا أسأل، هي محاولة بالتأكيد من الكيان الصهيوني لصناعة رأي عام بالداخل الفلسطيني ضد تحركات المقاومة الفلسطينية. هذه المساعي من الكيان الصهيوني نجحت اليوم؟ يعني أنت موجود بالداخل الفلسطيني وقريب من الداخل الفلسطيني، توجهات الشعب الفلسطيني اتجاه المقاومة واتجاه الكيان الصهيوني شنو هي بعد كل هذه المجازر؟ العدو الصهيوني فشل في قلب الصورة. العدو الصهيوني خسر هذه المعركة من اليوم الأول. وادعاء الرئيس الأمريكي أن الكيان الصهيوني هو نظام ديمقراطي هو نظام عنصري ليس نظام ديمقراطي، يقتل 3600 فلسطيني من النساء والأطفال أغلبهم، هذا نظام فاشي يستقوي على النساء والأطفال. هو يهرب من المواجهة البرية، يهرب من المواجهة العسكرية مع المقاتلين مع المقاومة. فهذا الكيان الآن من خلال المظاهرات التي نشاهدها في الغرب، في أمريكا، في لندن، في أوروبا، في الدول العربية، في كل أنحاء العالم اليوم، اتضح للجميع أن هذا كيان عنصري. على الرغم من اتضاح هذه الصورة أستاذ علي، خليني أنتقل لدكتورة نداء. على الرغم من اتضاح هذه الصورة وبيان مدى ضعف هذا الكيان، إلا أن نشوف بعض الحكومات العربية، خلينا هسه ما نعتب على الغرب باعتبار صارت واضحة صورتهم وموقفهم، خلينا نعتب على الحكومات العربية. ما أقصد الشعوب، الحكومات بالتحديد اليوم شلون تتابعين موقفهم؟ أكو موقف حقيقي تجاه القضية الفلسطينية من قبل هاي الحكومات؟ يعني قبل لا نتحدث عن الموقف العربي يعني لبعض الدول وليس يعني جميعها، خلينا نتحدث عن القضية إنه إسرائيل وكيف هي هزمتها عملية طوفان الأقصى. حقيقة يعني حضرتك جعلت الضيف يتكلم ما كملت فكرتي. يعني أكو تصريح للرئيس ترامب يقول إنه عملية طوفان الأقصى هي ثبتت فشل الاستخبارات الإسرائيلية، ووصف عملية طوفان الأقصى بأنها العملية الذكية جدا. حقيقة هذا تصريح جديد من نوعه، وخاصة إسرائيل كانت تتباهى بذكائها واستخباراتها القوية، وهي يعني حصينة وقاعدتها الاستخباراتية والمخابراتية هي قوية. بالتالي اليوم عملية طوفان الأقصى سببت يعني زلزال لهذه الاستخبارات الإسرائيلية، وكانت مفاجأة صادمة جدا. كذلك خلينا نعود للموقف الدول العربية، هي لم تكن صدمة بالنسبة لإسرائيل وكذلك للداعم الأول الولايات المتحدة الأمريكية، إنما كانت صدمة
ومفاجئة هي لبعض الدول العربية. احنا نلاحظ قبل عملية طوفان الأقصى كانت هنالك العديد من الدول العربية كانت مضت مع التطبيع، وهذا من خلال قنواتهم ومؤتمراتهم واعلاناتهم. هو اساسا بقى تطبيع بعد طوفان الاقصى بعد اللي يصير اليوم؟ نعم بقى تطبيع، بقى في شيء اسمه نعم. تطبيع نعم، فلذلك اليوم عمليه طوفان الاقصى قضت على شيء اسمه التطبيع. ويعني عمليه طوفان الاقصى سوف تغير قناعات العديد من الدول العربيه، وسوف تعيد حساباتها في التطبيع مع الكيان الغاصب بوصفه الأقوى، بوصفه هو المسيطر صاحب الحق في الأراضي الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يعني عملية استرداد فلسطين وتحريرها هي أصبحت شعارات في الماضي، وهي طويت وأصبحت في طي النسيان، لأن هنالك مخطط عالمي ومخطط إسرائيلي وأمريكي لاختزال القضية الفلسطينية. يعني شوف منذ وعد بلفور 1917 لحد الآن القضية الفلسطينية تحولت عدة تحولات، يعني من قضية احتلال أرض وتهجير شعب وقضية إنسانية وعالمية، أرادوا اختزالها إلى أن تكون قضية إسلامية، ثم أرادوا اختزالها بعد ذلك أن تكون قضية عربية خاصة بالعرب فقط، بعد ذلك اختزالها إلى أن تكون قضية خاصة بالفلسطينيين. قضية فلسطين هي قضية منو؟ اليوم القضية الفلسطينية عادت من جديد لتؤكد أن القضية الفلسطينية هي مو قضية إسلامية أو قضية عربية أو خاصة بمحور المقاومة أو الدول المواجهة للكيان الغاصب. لا، اليوم قضية فلسطين هي قضية عالمية، قضية إنسانية، قضية فيها انتهاك لحقوق الإنسان، فيها قضية تهجير، فيها احتلال، فيها محتل غاصب، محتل أراضي هذا الشعب، فبالتالي وجرائم ضد الإنسانية. إذن نحتاج إلى أن تعيد هذه دول التطبيع، الدول العربية نظرتها إلى القضية الفلسطينية. والدليل اليوم نشوف الدول الغربية بها مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، أكيد حتى بالكنيست الكيان الصهيوني طبعاً، معارضين لسياسات الكيان اتجاه قتل الأطفال وتشريد هذه الناس من مكانها ومن مبانيها وقصف هذه المباني. أنتقل لك أستاذ علي، إذا نتساءل اليوم عن نقطة مهمة أشرت لها، موضوع الأسرى وأعداد الأسرى الموجودين سواء في معتقلات الكيان الصهيوني أو حتى في سجون المقاومة الفلسطينية، اليوم ورقة الأسرى شنو تأثيرها على المعادلة، معادلة طوفان الأقصى؟ طبعا من أهم أسباب عملية طوفان الأقصى هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الكيان الصهيوني. وقبل 7 أكتوبر تشرين الأول نحن عرضنا على الوسيط المصري أن نجري عملية تبادل بما كان لدينا من أسرى، كان لدينا 4 أسرى. نتنياهو رفض أن يجري صفقة تبادل، ونحن قلنا لمن يتصل بنا أن نتنياهو الظاهر يعتبر أن ما لدينا من أسرى قليل ولا يكفي صفقة تبادل، عليه أن ينتظر حتى نزيد الغلة ويزيد عدد الأسرى لدينا. والحمد لله وبتوفيق من الله. أعتذر أستاذ علي في خبر عاجل وردنا حاليا، ننتقل إلى خطاب مباشر لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الخطاب المباشر من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ركز على العديد من النقاط أهمها الخطاب، وهو خطاب إنساني بسبب جرائم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقطع مستلزمات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء، دعوة ومن منطلق شرعي دعوة الشعوب العربية إلى تجمع شعبي سلمي دون تدخل الحكومات، وهذا يؤشر موقف اتجاه الحكومات العربية وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، دعوة الشعوب العربية للذهاب عند الحدود وبالتحديد دعوة شعوب مصر وسوريا. وأكد السيد مقتدى الصدر على أنه الذهاب يكون بلبس الأكفان من دون أي سلاح، وضرورة إيصال المواد الغذائية إلى غزة، وأكد أيضا أنه لا مانع من تفتيش هذه الحشود من قبل طرف محايد مثلا الأمم المتحدة بعيدا عن الحكومات، على أن يحدد اجتماع لاحق لتحديد النقاط الأساسية بهذا التظاهر أو هذا التجمع السلمي عند حدود الكيان الصهيوني من قبل عدة دول اللي تحاذي الكيان الصهيوني. أرجع لك بالسؤال أستاذ علي، فبالتالي هي دعوة مباشرة من قبل زعيم تيار صدري السيد مقتدى الصدر لوقفة من قبل شعوب هذه البلدان، وقفة منددة بالتصرفات والإجراءات المتبعة من قبل حكومة الكيان الصهيوني اتجاه المدنيين الفلسطينيين، أهمية هذه الوقفة بهذا التوقيت بالتحديد.
طبعا خطوة مهمة من السيد مقتدى الصدر، نوجه له التحية باسم شعبنا الفلسطيني وباسم المقاومة الفلسطينية، ويعني نأمل وندعو الشعوب العربية والإسلامية أن تستجيب لهذه الدعوة وأن تعتصم على الحدود الفلسطينية من كل الجهات ومن كل الحدود العربية. وأؤكد أنه لابد أن تنقل المساعدات الإنسانية إلى مصر، لأنه لا يوجد لقطاع غزة منفذ على العالم إلا عبر مصر، إلا من خلال معبر رفح الذي يتجه باتجاه مصر. أما من جهة الكيان الصهيوني فلن يجلب لنا الكيان الصهيوني أي مساعدات، هو يرسل لنا الصواريخ والقنابل والقتل والطائرات. يعني أن يكون هناك جهدين، اعتصام على الحدود الفلسطينية من كل الدول العربية دول الطوق للضغط على الكيان الصهيوني، وإرسال رسالة لهذا العدو أن غزة ليست وحدها وأن فلسطين ليست وحدها، وهي رسالة للشعب الفلسطيني المحاصر أن الشعب العربي والمسلم هو معكم ولن يتخلى عنكم. ولذلك كذلك لابد من التنسيق مع مصر من أجل إدخال المواد الإنسانية عبر معبر رفح. جيد دكتورة نداء، بالتالي هي القضية قضية إنسانية مثل ما تابعنا بالخطاب. القضية اليوم قضية شعب إذا ما مات من القصف ده يموت من الجوع، يموت من انقطاع أبسط من الحصار، من حصار ومن أبسط مستلزمات الحياة، وحتى اللي بالمستشفيات ما خلصانين من هذا القصف والأساليب المتبعة من الكيان الصهيوني. بالتالي اليوم شنو المطلوب من البلدان؟ وخلينا نرجع ونأكد البلدان اللي نقصد بها الشعوب بعيدا عن الحكومات. يعني احنا الشعوب هي عبرت عن موقفها وموقفها كان واضح. اليوم الشعوب هي في منأى يعني عن الحكومات، او بالاحرى الحكومات هي في وادي او في منأى عن الشعوبات، والشعوب في وادي اخر. يعني اليوم الشعوب طلعت، نشوف التظاهرات في الاردن، في يعني في مصر، حتى في اوروبا، في امريكا. اليوم احنا يعني في العراق خاصة، العراق اليوم عندنا محور المقاومة لديه مواقف باسلة حقيقة ومواقف يعني شجاعة وجريئة جدا، وهو مستعد للتضحية في أي لحظة على أهبة الاستعداد. لكن إحنا المشكلة نعتب على الحكومات، الحكومات العربية اليوم أين موقف جامعة الدول العربية؟ اليوم فلسطين عضو فاعل في جامعة الدول العربية. اليوم هذه المنظمات العربية، الحكومات العربية، يعني تشوفون هذا اجتماع الشعب ده يقتل. اجتماع البارحة ببغداد للبرلمانات العربية بالضبط، شفتي إلى أثر؟ لا تذكر القضية الفلسطينية، يبحثون عن الهدنة من أجل إرضاء نتنياهو، من أجل إرضاء إسرائيل، من أجل إرضاء بايدن. هذه مأساة كبيرة سيد العزيز. اليوم عندنا شعب يقتل ليس بدافع عربي، بدافع إسلامي، بدافع إنساني. يعني تشوفون هذه الأطفال تقتل، النساء تقتل، الكبار السن يقتلون، الناس إذا ما تموت بالصواريخ الإسرائيلية تموت من جراء الحصار، من نقص الأدوية، من غلق المعابر. أين الضمير الإنساني؟ أين الضمير العربي؟ حتى اليوم دول العالم، إحنا مو فقط نعتب على الدول العربية، قضية فلسطين هي لم تعد قضية عربية أو قضية إسلامية، إنما هي قضية إنسانية اليوم، قضية عالمية، وهم من تتعالى أصواتهم ويطالبون بحقوق الإنسان والديمقراطية. أين منظمات المختصة بحقوق الإنسان؟ وهنالك جرم سافر وواضح وانتهاك لحقوق الإنسان علني وواضح وأمام الملأ وينقل في وسائل الإعلام. هي واحدة من الفوائد ومن النقاط الإيجابية بمعركة طوفان الأقصى أنه كشفت الوجوه الحقيقية، سواء الدول حقيقة. العالمية، الدول الغربية، أو حتى بلدان الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية. اليوم الكل صار واضح موقفه. صحيح، وكان البعض يعني خاصة في بعض الدول الأوروبية كان من يتعاطف مع إسرائيل، وكان لديه هنالك بين الشك واليقين أن هذه الأرض هي جزء منها لإسرائيل. هي لليوم قد لليوم يكون هنالك لليوم صراع. هاي المواقف ألمانيا وفرنسا، يعني نسمع فرنسا، حتى المؤثرين والشخصيات العامة بفرنسا اللي عنده كلمة واللي عنده رأي حاربوه، وصل بهم الحال إلى أنه لاعب طوبة صرح بموقفه وصار باتجاه الموقف الفلسطيني واتجاه القضية الفلسطينية، رفعوا عليه الشكاوي والدعوات، ووصل الموضوع إلى أنه حتى يسحبوه من عنده الجنسية الفرنسية ولو أنه هو أصول أساسا مو فرنسية. خلينا ننتقل للأستاذ علي، الدور الأمريكي بهذا الموضوع نقطة مهمة، أنه هذه ما ناقشناها، تحركات بايدن، تواجد بايدن في إسرائيل،
اليوم شلون تشوف التحرك الأمريكي اتجاه هذه القضية؟ طبعا التحرك الأمريكي هو شريك للعدوان الصهيوني على شعبنا. الرئيس الأمريكي جاء شخصيا إلى المنطقة ليدعم هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، وليدعم حكومة الاحتلال الفاشية، وليدعم جيش الاحتلال النازي، وأرسل لهم حاملة الطائرات في شرق المتوسط، وأرسل لهم جسرا جويا بالذخائر والأسلحة الفتاكة التي تقتل الشعب الفلسطيني، وكذلك شارك في مجلس الحرب المصغر للحكومة الإسرائيلية، وكذلك يقترح ويضغط على الدول العربية وخصوصا جمهورية مصر العربية من أجل استقبال اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لدخول غزة والقضاء على المقاومة. نعم. أمريكا هي التي تقود المعركة الآن، وهي وضعت نفسها في خانة أعداء الشعب الفلسطيني. لذلك على هذه الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية أعمالها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. هذا التدخل المباشر، شعوب الأمة العربية والإسلامية لن يبقوا متفرجين على هذه السياسة الأمريكية. ونحن شاهدنا اليوم كيف أن المقاومة العراقية تدخلت وقصفت قواعد أمريكية في الأراضي السورية وربما في الأراضي العراقية. أمريكا هي التي تعادي شعوب الأمة، وهي التي تدعم الإرهاب الصهيوني في فلسطين. نحن نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كل الجرائم وكل المجازر التي تجري في فلسطين الآن. نعم. دكتورة، شنو خطورة هذا التدخل المباشر من الكيان الصهيوني ودعمهم من الجانب الأمريكي ودعمهم للكيان الصهيوني سواء سياسيا أو حتى عسكريا واقتصاديا؟ هذا الدخول وين راح يودينا ليا منطقة بهذه المعركة؟ التدخل الأمريكي ما حيكون تدخل مفتوح، يعني صحيح أرسلوا قاعدة صواريخ، صحيح هم يعني يعلنون بأنهم داعمين الأول للكيان الغاصب، لكن حقيقة أمريكا لا تستطيع أن تدخل في حرب مباشرة اليوم. هي إذا دخلت السبب أنه هي لا تستطيع أن تفتح جبهة جديدة. سابقا أمريكا فتحت جبهة في العراق في أفغانستان، وهي يعني لاحظت فشل هذه الحروب، وتدخل أمريكا في شؤون الشعوب الأخرى أثبت فشل الحكومات الأمريكية وأثار نقمة الشعب الأمريكي ضد حكامهم. بالتالي اليوم أيضا التدخل في أوكرانيا، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تدخل حرب حتى وإن كانت هي الداعم الأساسي للكيان الغاصب وإسرائيل. لذلك اليوم نلاحظ هاي السفرة المكوكية للرئيس الأمريكي بايدن من أجل الوصول إلى هدنة. هم اليوم يبحثون عن هدنة من أجل تهدئة هذا النزاع. الهدنة اليوم من صالح منه بالطرفين هذه المعركة؟ طبعا هي من صالح إسرائيل، لأن إسرائيل بعد فترة لو يستمر هذا الصراع بعد فترة سوف يكشف حقيقة الدعم الأمريكي لإسرائيل. أمريكا لا يمكن أن تدخل حرب حتى وإن كان من أجل إسرائيل. صحيح اليوم إسرائيل والأموال الإسرائيلية هي من يسيطر على البنوك الأمريكية، لكن هنالك منافس آخر هو المنافس الصيني. بالتالي أمريكا تنظر من باب المصلحة ليس من مصلحتها، وهي مقبلة على انتخابات، وليس من مصلحة بايدن أن يدخل في معركة جديدة، وخاصة هنالك المنافس ترامب هو ضد هذا التدخل المباشر، دعم أمريكا المباشر لإسرائيل. فإذا اليوم أمريكا في وضع حرج، إسرائيل في وضع حرج، نتنياهو هو كشف يعني حقيقة أمام جمهوره، لذلك اليوم هو يلام على هذه الجرائم. قضية الاستخبارات وضعفها وهذه المفاجأة، عملية طوفان الأقصى جاءت مفاجأة صادمة للكيان الغاصب. لذلك عملية طوفان الأقصى مثل ما ذكرت لحضرتك في بداية حديثي سوف تغير قناعات كثيرة، ليست فقط قناعات الدول العربية التي ذهبت مع التطبيع، إنما حتى تعيد قناعات أمريكا في دعمها لإسرائيل. وكذلك من جانب آخر هي تقوي المقاومة الفلسطينية وتعيد قناعات الشعب الفلسطيني، وهذه القناعات لم تسقط أبدا أن فلسطين سوف تتحرر وتعود القدس. دكتورة، كنا نحكي ونأكد على موضوع القضية الإنسانية والجانب الإنساني بهذا الحرب، ونسمع توصلنا هذه الأخبار عن أنه مسؤول إسرائيلي يصرح بأنه لن يكون هنالك وقف لإطلاق النار أثناء دخول المساعدات لغزة. بالتالي الموقف موقف الكيان واضح اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه المواطنين الفلسطينيين. الحرب موجهيها على الكيان الصهيوني، على المواطنين الفلسطينيين. بعيدا عن المقاومة،
نعم، لكن هذا الموقف المعلن، لكن الموقف غير المعلن انه الكيان هو زلزل كيان قوته، زلزل ككيانه، ككيان، كدوله، كاستخبارات، كمخابرات، كقوة دولة إسرائيل. إسرائيل بمجرد جاءتها صواريخ من حماس من المجاهدين هي استعانت بأمريكا ودعمها وقاعدة الصواريخ. أنتقل لوجهة نظر عسكرية، ينضم لنا العميد علي مقصود الخبير العسكري من سوريا، حياكم الله أستاذ علي. تحية لكم وللسادة المشاهدين الأكارم. أهلا وسهلا بك. الإجبار والفقار لأبطالنا المقاومين في فلسطين الأبية. أستاذ علي، يعني أريد نسمع من عندك وجهة النظر المختص العسكري لمعركة طوفان الأقصى بعد أكثر من 12-13 يوم، شلون تتابع الموقف؟ موقف المقاومة الفلسطينية، موقف الكيان الصهيوني، موقف الجانب الأمريكي الداعم إلى الكيان الصهيوني بالأسلحة وغيرها من المستلزمات؟ لا شك بأن ما يسمى ملحمة طوفان الأقصى في الحقيقة ملحمة غير مسبوقة في التاريخ، إن كان بإنجازاتها وإن كان بالأداء الرائع والمتميز الذي فوق الخيال. فهذه العملية التي أسقطت نظرية الأمن الإسرائيلي وقواعد الردع الإسرائيلي وإلى الأبد، استطاعت هذه المقاومة البطلة وخلال أقل من ساعة أن تسقط هذا الجدار الذي صرف عليه أكثر من 145 طن من الإسمنت المسلح، فاخترقت هذه المقاومة هذا الجدار بعد أن دمرت كل التقنيات من أجهزة إنذار مبكر ومن كاميرات ومن وسائط إنذار وغير ذلك، أسقطتها بالقناصات وبالمسيرات، وبالتالي اقتحمت هذه المستوطنات والمواقع العسكرية لفرقة غزة التي تنتشر في محيط غلاف غزة، وسيطروا على هذه المواقع وأسروا العديد بعد أن قتل أيضا عدد كبير من الجنود ومن القادة. أنا أقول بأن هذه العملية في الحقيقة ألحقت بهذا الكيان المتجبر والمتغطرس والذي كان يدعي بأن جيشه لا يقهر أكبر هزيمة في تاريخه، والطبوع والكسور التي أحدثتها هذه الانتصارات لا يمكن أن ترمم أو تجبر، فالكسور بليغة والجروح وضع بليغة. وضع الكيان أستاذ علي، وضع الكيان صار اليوم واضح، كيان مهزوز من الداخل، ضعيف سياسيا، ضعيف عسكريا، حتى اقتصاديا اليوم أكو هزة قوية باقتصاد الكيان الصهيوني. المسارات العسكرية والسيناريوهات المتوقعة وفق قراءتك وفق اطلاعك وفق خبرتك لوضع المعركة بالأيام القادمة؟ لا شك بأن الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت الأقاقيل وحاملة الطائرات لتحمي هذا الكيان من الانهيار الكامل، أنا أقول بأن هذا الكيان كان أمام أمرين لا ثالث لهما. إما أن يستمر بهذا القصف الجنوني والعشوائي وغير الأخلاقي والذي تجاوز فيه كل الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية والأرضية، وبالتالي مارس جرائم حرب سيحاسب عليها مع سيدته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي. الأمر الثاني هو أن ينفذ عملية برية، ومنذ اليوم الثالث وهو يدعي ويحسد بأنه سينفذ عملية برية ويتذرع تارة بأن الطقس غير ملائم وتارة بأن هناك يعني رهائن، أنا أقول بأن السيناريو الممكن أن يحدث بعد الحشود التي أقامها الكيان الصهيوني ووصول تحرك طلائع القوى الرئيسية وخاصة على الجبهة الشمالية لغزة، أي القسم الشمالي من غزة باتجاه بيت لاهية وغير ذلك، أنا أقول بأنها ستكون عملية
برية ولكن بحدود غلاف غزة، وعبر لواء الطليعة الذي يؤمن دج القوى الرئيسية. وأعتقد بأن هذا اللواء، لواء الطليعة، سيواجه في الحقيقة بمفاجآت من الإعيار الثقيل غير المعهود بهذا الكيان. المقاومة البطلة في فلسطين، صواريخ مضادة للدروع غير الكورنيت المدمرة، صواريخ صنعت محليا وهي في الحقيقة ستفاجئ العالم وستحول المنطقة التي يحتمل أن يدخل لواء الطليعة أو ألوية الطلائع بحدود 2 إلى 2.5 كيلو متر إلى مقبرة لهذه قراءة مهمة أستاذ علي، وهذا ما يميز المقاومة الفلسطينية وينطيها هذه الاستمرارية أن أسلحتها صناعة محلية. أنا أشكرك لانضمامك أن الأستاذ علي مقصود أو العميد علي مقصود الخبير العسكري من سوريا. أنتقل لك أستاذ علي بركة، أي الخيارات اليوم تشوفها أقرب إلى الواقع؟ هل أن الكيان الصهيوني ممكن أن يغامر بورقة الاجتياح البري بعد كل هذه التجارب مع المقاومة الفلسطينية؟ طبعا خيار الاجتياح البري خيار صعب للكيان الصهيوني، لأنه هزم في الخيار البري في 27 الأول. كان هجوم بري للمقاومة وانهزم جيش الاحتلال، والآن جيش الاحتلال ما زال مهزوم من الداخل ولا يستطيع أن يواجه المعركة البرية. والمقاومة استخدمت 2000 مقاتل في 27 الأول، وحماس وحدها كتاب القسام وحدها 40,000 مجاهد، والجهاد الإسلامي 10,000، والفصائل الأخرى أكثر من 10,000. يعني عندنا 60,000 مجاهد مدربين مستعدين أن يواجهوا دبابات وجيش الاحتلال الصهيوني إذا حاول أن يأتي إلى المعركة البرية. هذا الجيش الذي هزم في اليوم الأول، يعني 2000 غلبوا 20,000، فهذا لا يستطيع أن يواجه أن يسد. والمقاومة حضرت المفاجآت لهذا العدو، وستكون غزة مقبرة لجيش الاحتلال الصهيوني إن شاء الله. نعم، أنا أشكرك الأستاذ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس، كذلك الشكر موصول للعميد علي مقصود الخبير العسكري ينضمنا عبر الهاتف من سوريا، وكذلك للدكتورة نداء الكعبي الكاتبة والمحللة السياسية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، أكيد مستمرين بهذه التغطيات المواكبة للانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني، وإن شاء الله النصر المؤزر للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وكسر هذا الكيان المعتدي الغاصب. ولو أن صورة الكيان وقوة الكيان اللي يدعي بها انكسرت بعد أيام ومنذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى. نلتقيكم إن شاء الله بتغطيات أخرى، في أمان الله.